هنا في ايه؟ بقولك ايه؟ انا لحد دلوقتي ومش عارف انام، وفي برج من دماغي هيطير. عايز ايه؟ ياسين يبقى ابني ولا لا؟ رحنا من ايه؟ ما بقتش تفرق دلوقتي اي حاجه. وقفي، ردي عليا، مش جاي اهرج. لاخر مره، ياسين يبقى ابني ولا لا؟ فرح، انا جبت اخري. ياسين يبقى ابني ولا لا؟ هتفرق معاك في حاجه دلوقتي؟ رد عليا يا فرح، ياسين يبقى ابني ولا لا؟ ايوه ابنك يا يحيى. ارتحت ولا تعبت اكتر من الاول؟ وانت ازاي تتجوزي وانت حامل مني؟ مين قال لك اني اتجوزت؟ الصور اللي انت بعتيها. دفعت فلوس لواحد عشان يعمل جوزي في الصور. يعني انت عشت الفتره اللي فاتت كلها في الكويت وانت من غير جواز، وبعدين ولدتي ورجعت لنا على مصر، مش كده؟ انا ما سافرتش اصلا، انا كنت في اسكندريه. وليه قلت ان انت عايشه في الكويت؟ تفتكر ليه؟ عشان ما حدش يدور عليا ويعرف اني حامل، ولا كنت عايزه اتصرف ازاي ساعتها؟ انت ازاي عملت كل ده لوحدك؟ عشان ما لقيتش اللي يقف جنبي. يا غلطانة يا فرح، تعرف كويس انا لو انت ايه؟ انت ما فكرتش غير في نفسك. انت كان كل اللي فرق معاك اني انزله، انا موت هو يموت مش فارقه. حتى لو كان اللي انت بتقوليه ده صح، ينفع تجيبي ابن ويتربى من غير اب؟ ومين قال لك انه من غير اب؟ ما انا ممكن ما اعترفش بيه. وانا ما طلبتش منك تعترف بيه. انا قدام الناس كنت متجوزه واتطلقت، أبوه عايش في الكويت، وعشان ترتاح لنا ولا هو محتاجينك في حاجة. بس عشان تبقى عارف، هيجي وقت أنت اللي هتحتاج لنا، وساعتها مش هتلاقينا. يا رب تعرف تنام دلوقتي. اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه. واتش إت، ما تخليش حاجة تفوتك.